يومكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه اليوم من صباحيات دوزم. فيها عرض لكم على سيده مغربيه، سيده في القمه، في القمه في اداره الاعمال، لكن كذلك في القمه ديال الجبال، تتسلق الجبال. هي السيده هند زمامه اللي غادي نتعرفوا عليها بعد قليل. معنا كذلك اليوم الدكتور فؤاد الزهراني اللي غادي يعرفنا على ما هما شنو هما الملوثات الابديه. الكل بعد فقره امومه، والدكتوره ناديه مزيان متوكل، مرحبا بكم معنا في صباحية دوزم. دكتورة نادية مزيان متوكل، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عرفتي اللي تيفرحني في صباحية دوزم هي انني تنستضف رجال، لكن كذلك نساء من مختلف المجالات اللي تيبرعوا في مجال الاختصاص ديالهم. ما شاء الله، اليوم معايا الدكتورة نادية مزيان متوكل، هي كذلك دكتوره ما شاء الله عليها، لكن صاحبه مصحه للولاده وعلاج امراض النساء، فدائما نتشرف بحضورك في صباحيه دوزان استاذتي. شكرا جزيلا اختي لتواضعي. اليوم غادي نهضروا معك استاذه ناديه مزيان متوكل على الاهتمام بالصحه النسائيه. ما كاينش شي مرحله عمريه محدده باش تبدا المراه الاهتمام بالصحه النسويه ديالها، او لا؟ فعلا في اي اعمار خصنا نهتموا بالصحه النسائيه وبالصحه على العموم، حيث كاين علاقه طبيعه الحال بين الصحه كما حددتها المنظمه العالميه للصحه، يعني حاله الرفاهيه الجسديه العقليه الاجتماعيه والجنسيه. صحيح، وهذا التعريف عجزتها مؤخرا وهذا التعريف ديال الصحه غنوصلوا مباشره للصحه النسائيه. كنعرفوا ان هذه الصحه شنقول تاج كنز، سان كابيتال، خاصنا نحافظوا عليه، حيت الا ما حافظناش عليه غنوصلوا لمشاكل، وغنوصلوا لمشاكل ديال الصحه النسائيه. يعني كاين الطب الوقائي حاضر في هاد النقاط اللي كنتكلموا عليهم. يعني ملي كنتكلموا على الصحه كاين فيها في حقيقه، ملي كنت كنوجد فكرت في خمسه ديال النقاط المراحل، لان قبل ما نبداو بهذه المراحل، لان في المجتمع ديالنا الغالبيه عندهم الصحه النسويه، وانهم يمشيو يستشروا طبيب النساء والتوليد او طبيب النساء او التوليد حتى تتزوج المراه ولا تتبغي تولد. هذا الشيء شائع عندنا ولا لا؟ فعلا، او لا حتى كيظهروا المشاكل. صحيح، بالنسبه للدراري، بالنسبه للبنات، بالنسبه للسيدات، بالنسبه للمراهقات، بالنسبه لسن الطامات، يعني الاعمار كلها. الفكره وهو نخدموا قبل ما نبداو المشاكل. يعني هاد الخمسه ديال النقط، اربعه كتهم السيدات مباشره وربما اشخاص غادي يعاونوها، والخامسه سي على المسؤوليه ديال الطبيب. يعني باش نحافظوا على الصحه ديالنا والصحه النسائيه، هذا الشيء اللي غنقول راه كيبان بديهي ولكن غناكدوا عليه مره اخرى به. التغذيه، الدراسات كلها اكدت ان التغذيه السليمه المتوازنه غادي تحافظ، غادي تجنبنا واحد العدد المشاكل بما فيهم المشاكل ديال الصحه النسائيه. المثال وهو المشكل ديال السمنه، الدراسات اكدت ان اذا كانت السمنه حاضره المشاكل ديال الصحه النسائيه غترتفع، بما فيها سرطان الثدي، بما فيها سرطان ديال الغشال داخل ديال الرحم، بما فيها الامراض المزمنه اللي حتى هي عندها علاقه غير مباشره بالصحه النسائيه. عندنا الرياضه، الرياضه راه ولات من البديهيات. الرياضه نقدروا نديروها في قاعه الرياضه، نقدروا نديروها في المنزل ديالنا، والمرحلة ديال الكوفيد أكدت على هذه المسألة، أننا نقدروا نديروا الرياضة داخل المنزل، حيث الرياضة داخلة في الوسائل الوقائية باش نتجنبوا المشاكل الصحية، باش ما نوقعوش مشاكل ديال أمراض النساء والتوليد. عندنا ثاني النوم، الدراسات كلها أكدت أن خاصنا واحد 8 سوايع. علاش؟ حيث ملي كنعسوا تما في الخلايا ديالنا كنعطيوها فرصة باش تجبر. وملي كنتكلم على الخلايا كنتكلموا حتى على الخلايا ديال المناعه، باش كنطلعوا من المناعه ديالنا. وكاينه واحد الكلمه اللي اي سيده بكل صراحه في التخصص ديال الامراض النساء والتوليد، واحد 90% ديال السيدات كيتكلموا على لو ستريس. لو ستريس في المنزل، لو ستريس في الخدمه، لو ستريس في الطريق، لو ستريس هاد لو ستريس. شكون اللي ما عندوش لو ستريس؟ مي خاصنا
كما كنقول انا بالفرنسيه اون دو لو دونتي. يلا تكلمنا يوم الاثنين على لا ريزيليونس او لا المرونه النفسيه. كنا عندنا مشاكل، كنا عندنا يعني تحديات يوميه خاصنا نواكبوها ونتاقلموا معها. فعلا باش حيت لو ستريس الدراسات كلها اكدت انه غياثر على الصحه الجسديه من خلال الخلل في المناعه، غادي ياثر على الطريقه ديال التفكير. دونك الا كنت ستريسي في الغالب غناخذ قرار غير صائب، ومن بين القرارات الغير صائبه غنوصل النقطه الخامسه، ما غنمشيش عند الطبيب. وعلاش هذه المرحله ديال الطبيب مهمه؟ بدون اعراض، ما نتكلمش على السيدات اللي عندهم مشاكل، بدون اعراض غنمشي غادي ندير لو تشيك اب. هاد المساله ديال لو تشيك اب ميديكال، الثقافه ديال التشيك اب خاصنا ناكدوا عليها في الاعمار كامله، ونخدموا بزاف على المراهقات وعلى الشابات اللي يلاه غادي يدخلوا في برنامج ديال الانجاب ولا مهمه. علاش؟ ملي كنمشيو عند الطبيب طبعا تحل ملف طبي، كنشوفوا العائله واش كاين شي علامات ربما احتمال اصابه بامراض، وتما كيبدا الوقايه الاوليه. هادشي اللي تكلمنا عليه شنو كنديروا؟ كنعبروا الوزن، وغادي ننصح السيدات ياخذوا لو متر. كنتي درتي لينا واحد المتر راه جبته راه عندي في الصاك. لو متر اي سيده باقا عاقله مزيان، ما خصناش نفوتوا 80 ولا 84؟ 80 80 ما خصناش نفوتوها. المترو راه عندي في الصاك الا بغينا، ما علينا. اي سيده نتمنى على الله تكون كتسمعنا، في الصباح يلاه دارت بيبي مازال ما كلات ما والو، غتعبر الحزام غتشوف العظام ديال لو باسان ديالها، وغتاخذ المترو وغادي تشوف شحال غتلقى. ماشي العظام، فوق العظام. فوق العظام باش بالضبط كنشوفوا المكان باش يكون الحزام مقاد، باش كنشوفوا شحال غادي تلقى هاد السيده. تور دو تاي. لو تور دو تاي مهم. تخيلي لو تور دو تاي حسن من لانديس دو ماس كوربوريل اللي كان حسن، باش كنعرفوا شحال عندنا لو تور دو تاي. لقيناه قل من 80 جيد، لقيناه فايت 88 سنتيم عندك راه قربنا، راه حنا غندخلوا للخانه ديال المشاكل، كوليسترول ارتفع، السكري، الضغط الدموي، امراض القلب والشرايين. دونك سهله. وهادو عندهم علاقه كذلك بالصحه النسائيه. بالصحه النسائيه كاين يعني هادو مسائل بسيطه اللي نقدروا نديروهم. وحنا شحال من مره تكلمنا في بلاتو صباحيه دوزام على الخزان كذلك ديال البويضات ديال المراه. تنعرفوا بان هذا الخزان فيه عدد، كل وربي شنو عطاه، عدد معين من البويضات اللي تيسالي مع الوقت مع انقطاع التمط. باش نحافظوا عليه، واش هاد التاثيرات الخارجيه ديال التغذيه او الرياضه او لا عندهم تاثير على هذا المخزن ولا لا؟ شكرا على الملاحظه. السلوكات ديالنا غادي تاثر بطريقه سلبيه على الخزان. مثلا التدخين، يعني نعترفوا ان كاينين سيدات كيدخنوا، وكاين التدخين السلبي، يعني سيده مع واحد الشخص ولا في العمل ولا هذا، التدخين السلبي حتى هو كينقص من الاحتياطي ديال المبيض. وهاد شكرا لسمير على هذه المعلومه. غنوصلوا لو تشيك اب بيولوجيك، شنو هما المشاكل اللي كنلقاو بزاف عند البنات وعند السيدات؟ هادو ما عندهم مشكل، ما عندهم حتى شي حاجه تعارض، لاباس عليها. قالت غادي نمشي، سمعت في برنامج صباحيه دوزيام لو تشيك اب، كنلقاو بزاف ديال فقر الدم، بزاف، خصوصا فقر الدم المزمن اللي شد الوقت والجسم تاقلم مع فقر الدم، ماشي فقر الدم الحاد اللي غادي يبداو دقات القلب كيزربوا، غادي يبدا الشعر يطيح دغيا، لا، دوك المزمن، دوك الجسم كيتاقلم، السيده ما كتحس حتى حاجه. فقر الدم عنده علاقه بنقص بالحديد، خصوصا البنات، كنسطر على البنات ولا السيدات اللي كتجيهم الدوره الشهريه كثيره ولا جوج المرات في الشهر. كنلقاو المشاكل ديال الغده الدرقيه، كنلقاوهم تحاليل البنت ولا السيده ما عندهاش حتى شي اعراض. كنلقاو بدايه مرض السكري، كنلقاوه بادي بدون اعراض، وكنقلبوا على الاحتياطي المبيض في بعض الحالات. مثلا البنات اللي عندهم الام في الدوره الشهريه وفكرنا ربما تكون عندها لوندوميتريوز، غادي في الغالب غادي نقترحوا الاحتياطي المبيض على شكل تحليله في الدم، كنعبروا لورمون اونتي ميوليريال اللي كتعطينا فكره ديال الاحتياطي المبيض واش كافي او لا، بدا كينقص والسيده ما كتحس بحتى شي حاجه. وكنتهزوا فرصه باش كان
لوح بين قوسين المعلومه، المعلومه لقاحات وخصوصا اللقاح ضد سرطان عنق الرحم. وكنتهزوا الفرصه باش كنديروا فحص عنق الرحم سيداتي باش نشخصوا الامراض قبل ما يظهر السرطان، وفرصه باش نفحصوا الثدي. يعني مسائل ما صعيباش بزاف، بسيطه ولكن عندها اهميه كبير. في الوقت اهميه في تشخيص الامراض اللي ربما تقدر تجينا، واهميه كذلك اننا نعتقوا ارواح، لان نقدروا نقولوها تشخيص مبكر تعتق ارواح. فما نتسناوش يبانوا علينا اعراض باش نمشيو عند الطبيب، ضروري اننا نديروا وندخلوا ثقافه تشيك اب عندنا المنازل ديالنا اللي تخص كل افراد العائله ابتداء من اي سن؟ ملي تبدا الدوره الشهريه، حيت من تما كيبداو المشاكل. تبدا الدوره الشهريه عند المراهقه حتى هي نمشيو معاها في هذا التفكير الايجابي، واضح ما فيها حتى شي مشكل. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكل، بقاي معنا غادي نمشيو للحظه حيت بغيتك تعرفي انت تعرفي على السيده هند زمامه، سيده اعمال ومتسلقه جبال، غادي نتعرفوا عليها عن قرب اللحظه. شكرا لك دكتوره مره اخرى. والفرحة ديالي كبيرة جدا اليوم باستضافة للا هند زمامة. أهلا بك للا، شرفتينا بالحضور ديالك، مرحبا بك. شكرا للا سميرة على الاستضافة ديالك. أنا فرحانة دوبلومون لأن مستضفة صديقة الأخت، لكن كذلك الفخر ديال المملكة المغربية بزاف ديال المجالات. عرفين بنفسك لكل المشاهدين، أنا سنعرفك مزيان ومفتخرة بك. شكرا. بغيت الكل يفتخر بك. شكون هي هند زمامة؟ أم مغربية لثلاثة ديال الأولاد وجدة في نفس الوقت. جدة قيدوا معايا جدة. المسار ديالي ختمته بماستر تجارة وتسيير، من بعد اندمجت مع الأب ديالي في ميدان الشغل اللي هو بالنسبة لي مدرسة. المثل ديالي الأعلى اللي تنوجه له التحية كبيرة، ولو نشكرهم ما يمكنش نوفي حقهم، كذلك الأم ديالي السند ديالي في هذه الحياة. الله يحفظهم الله يحفظهم. أنت نقول لهم منين ديك الجدية، تنقول لهم ديك الشجيرة. شكرا. ما شاء الله. هند زمامة اليوم استضفتك على أساس أنك سيدة أعمال ناجحة. شكرا. ما شاء الله. والمثل راه تكلمتي عليه هو الأب والأم من كبرى الشركات هنايا في الدار البيضاء، لكن تسلقتي مؤخرا جبل بالارجنتين، ماشي اول جبل وماشي اخر جبل، عاودي لنا على التجربه ديالك مع تسلق الجبال وكيفاش جاتك الفكره وعلاش؟ هو كنت كنشاهد برنامج تلفزيوني على القناه الثانيه كيتحدث على تسلق الجبال. دونك من القناه اللي استلهمتي الفكره. القناه الثانيه. جميل. بالذاكره كترجع للوراء، تذكرت ذاك التسلق اللي كنا كنتسلقوا الجبال انا والاخوان ديالي، فجو مسوي دي بوكوا با اسيتاج غادي نجرب. فبديت كنبحث على قمه في المغرب، على قمه جبل طبقال اللي بطبيعه الحال. انت درتيها؟ نعم. 2021. تبارك الله عليك. 2021 تمكنت من تسلق الجبل ديال الطبقال. طبعا ما كنتيش بوحدك، كان مرشد سياحي، مرشد سياحي ديال الجبلي اللي كنشكرهم، لانه سبحان الله الناس ديال دوك المناطق الجبليه كيمتازوا بواحد الكرم، واحد الضيافه، واحد حب طبيعه كيحببوك في ذاك المناطق الجبليه. دونك تما دكات الشوكه، تما بدا الحلم كيتغرس في الداخل. وكنت متوقعه بانك غتنجحي في التسلق تبقال؟ يعني هو الرياضه ماشي شي حاجه غريبه عليا، لانه دائما كنت يعني كنمارس الرياضه. غير اسمحي لي غادي نفتح قوس، يعني اللي يشوفك بالهيئه ديالك والانوثه ديالك ما شاء الله والشياكه ديالك، صعيب انه جاب الله جبتي لنا تصور باش نشوفوك في الهيئه ديال المتسلقه، صعيب اننا نصورك. كيفاش تتوازني ما بين الانوثه ديالك والمظهر ديالك الجميل جدا ما شاء الله؟ شكرا لك سميره. شكرا. يعني هذا العمل الشاق وهو يعني خاص خلق توازن، يعني المراه كتبقى مراه ولو كتمارس الهوايات اللي كتحبها. فملي بديت العشق هوايه التسلق ما يمكنليش ننسى الجانب ديال هند المرأة. ما يمكنليش شيء. فملي نجحت في تسلق قمه جبل طبقال بدا التحدي كيكبر، نبحث على اعلى قمه اخرى. فما هي قمه كليمنجارو في تنزانيا، اعلى قمه في افريقيا اللي استعدت لها بدنيا وذهنيا.
لو فيت بان يعني الشركه اللي خدمت فيها والعمل اللي تتسيريها انت ان هذه العائله عاوناتك هذه القضيه بطبيعه الحال لانه كيكون عندك يعني اكيد الاب والام والاخوان ولا الزوج ولا العائله وليداتي اللي تيفتخروا بيا فكل هذا يعني تيحفزك باش تعطي احسن ما عندك. فملي خديت القرار انني غندخل لتسلق الجبال فكان تحدي و تاكلي من جاروسه وتسلقتيه تسلقتو المره الاولى ملي مشيت هنا جاياك لواحد التحدي اخر يعني الانسان ما عمرو يستسلم لاي انهزام. فملي مشيت المره الاولى طلعت بقات لي 100 متر باش نوصل للقمه لو كور ديالي اي سي بلوكي مومونتال اي سي بلوكي 100 متر فرجعت يعني انا رجعت كنتذكر بانه رجعت خديت وقت شهرين او ثلاثه اشهر خديت غادي نعاود التحدي ديالي فرجعت لقمه كليمنجارو اللي تمكنت من تسلق الجبل ديالها وهزيت رايه المغربيه. هذيك رايه المغربيه ملي هزيتها يعني كان افتخار انه حتى مغربيت ديالي انه قدرت ما شاء الله المراه المغربيه اللي سيدنا الله ينصرو كيشجعها وكيعطيها الحقوق ديالها في جميع المجالات. فكنت فرحانه بنفسي وفرحانه بالك تحدي واحد اخر تحدي اخر بدا صديقتي وتنعرفك فبدا حلم ديال قمم السبع. فما هي الوجهه التاليه؟ فكانت قمه جبل لا كونكاغوا في الارجنتين. جمال اخر انجاز ديالك اخر انجاز في شهر فبراير اللي تمكنت من التسلق ديالو. هي فاش عيطت لي قلت لي راه باقي الله جيت خليني نرتاح شي شويه عندك سميره. فكان حلم اللي تحقق. كنت المراه العربيه والمغربيه في هذه السنه اللي تمكنت من التسلق لانه ما كانش سهل و يعني كانت تحضيرات بدنيه ذهنيه تحضيرات للذات ديالك يعني شنو يعني في كل ما خصك توجد الذات ديالك لداخل كيفاش خصها تكون التحضيرات الرياضيه الكوتش مون مستوى التغذيه ديالك شنو غتاكلي طبيعه الحال يعني ماشي كلبتي كذلك حيت كيف ما قلت انت في البدايه انت صديقه وشحال هذه وانا تنقنعك انك تجي صباحيه دوزام كامراه مقاوله بين يعني قصه النجاح ديالك وخلاص فاش تسلقتي الجبال تنقنعك انت بعيده على الاضواء ما تتقلبيش على الاضواء وكان صعب علي انني نقنعك باش نقدمك مشاهدين صباحيه الدزم. فقنعتك وبصعوبه. شنو هي المشاريع ديالك الجايه؟ بغيتك تقتسمي الاحلام ديالك والحياه ديالك مع كل من تيشاهدنا وتعطي واحد الدافع لكل السيدات المغربيات. هو ان شاء الله باذن الله كاين تحديات اخرى في المستقبل ان شاء الله لانه هذا بدايه الطريق لانه انا تنقول انا يلاه بديت الطريق ديال تسلق الجبال انا مبتدئه ولكن الحمد لله تمكنت من تسلق اعلى قمتين وقمم في المغرب. ما كانش بوحدي لانه لابد كما قلت لك التشجيع ديال الزوج ديالي ديال الاخوان ديالي ديال الوالدين ديالي اللي كنستنبط منهم الطاقه. تحيه لهم تحيه. الوليدات الاصدقاء اللي كيعاونوني بالمعلومات ولا لا 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 يعني كتبحث باش كتنجح مشروع وتصل الرايه المغرب. ما عندي ما نسال انا السؤال ديالي لاله هند هو شنو هو التاثير اللي حسيتي به انت كامراه كسيده مغربيه ديال مزاوله هذا الشغف ديالك في الحياه اليوميه ديالك وفي العمل ديالك؟ واش كان شي تاثير لا ما كانش تاثير لانه التاثير الايجابي بطبيعه الحال هو انه مادام انه كتوازني ما بين الحياه العمليه ديالك والحياه الهوايه ديالك اللي هي التسلق فالهوايه كتمكنك من تعلم يعني صبر الهدوء اتخاذ قرارات ايجابيه على الايجابيه يعني الرياضه ما يمكنش تاثر الرياضه ما يمكنلاش تاثر سلبيا على الشخص يعني الرياضه تعطيك التفكير الانسان غادي يستمد كاع الاشياء الايجابيه وتسلق الجبال يعني فهو فرصه للخلوه مع الذات انا اللي تنقول لهم لانه مادام انت كتسلقي جبل فانك كتستمتعي بطبيعه الله سبحانه وتعالى يعني كتكوني بوحدك وانت غاديه سيت اون ثيرابي اكزاكتومون سيت اون كونيكسيون افيك سوا. جميل 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 اننا نقدموها للمشاهدين بهالطريقه لانها ما ياخذوهاش غير كرياضه فقط لان فيها جهد بدني لكن
كذلك هي رياضة نفسية نقدروا نقولوا نفسية، يعني أنا نقول معالجة، رياضة تسلق الجبال الرياضة. حسيتي بأن عالجتك نفسك؟ أكيد أكيد، لأنه كتلقاي راسك كتاخذي الوقت لأنه تفكير مع راسك كذلك، لأنه كتلقاي شنو الأفكار اللي تجيك وأنت تتسلقي الجبال؟ يعني الأفكار تفكري في كل شيء ولا يعني شي حاجة بالذات؟ يعني كتلقاي راسك كتحددي ما هي شنو الايجابيات اللي درتي في حياتك، ما هي السلبيات اللي درتي في حياتك، شنو هي الاشياء اللي غادي تخمي فيها، شنو هي الاشياء ريميز اون كيستيون، سي تون ريميز اون كيستيون، وطرح اسئله ما هو الاتي. سبحان الله، جميل ان نبينوا هذا الجانب الاخر ديال ممارسه الرياضه، جانب اخر لتسلق الجبال، لانه كاين هناك جانب روحي لا يستهان به اللي تيهذب النفس، سي تون ميديتاسيون، واللي تيغير الشخص. حسيتي بهند تغيرات من قبل او بعد؟ اكيد اكيد، هند قبل تسلق الجبال ماشي هي هند بعد تسلق الجبال، وهند بعد صباحيه لازم غترجع لنا ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. شنو الوجهه الجايه ان شاء الله؟ شنو مازال ما قررتش، ولكن اكيد وجهات ماشي ان شاء الله. ترجعي لنا ما غاديش نقنعك، ما قنعوني قنعوها معايا عافاكم انها ترجع وتقول لنا الوجهه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تكون متسلقه ان شاء الله ورفعتي الرايه المغربيه. اكيد الرايه المغربيه فهنا. فخر لكل مغربي ومغربيه. وسيدات بحالك فخر لكل المغاربه وكل المشاهدين. تنشكرك بزاف على تلبيه الدعوه الصباحيه دازا من الهند زمامه. شكرا لك. تنشكر فيك المراه المقاوله، المراه الرياضيه، المراه المغربيه، سيده البيت، الام، الجده والصديقه. شكرا لك. شكرا لك. ومعنا مشاهدينا نمروا اللحظه للفقره المواليه. ومع الدكتور فؤاد زهراني عفوا غادي نتكلموا على موضوع بيئتنا لنهار اليوم. قبل ذلك ما يمكنش ما نتكلموش على لاله هند، كي جاتك الشخصيه الضيفه ديالنا اليوم؟ تبارك الله عليها، وخصوصا هذا المجال اللي اختارته هند، يعني ما تمشيليش اي واحد باش تسلق الجبال وتطلع في واحد القمه اللي يعني شوف هنا في المغرب عندنا طبقال 4165 دونك طبقال، وتضربوا ليه الناس الحساب باش تمشي للارجنتين مثلا وتوصل حتى ل 7000 وتفوت 7000 ما شاء الله عليها. هذه المرأة المغربية تنقص الأكسجين، الظروف تتكون قاسحة، يعني ماشي سهلة. أنا ما بقيتش غير في التسلق، عملية التسلق بحد ذاتها هي كذلك المايند سيت، المحيط ديالك ولي كونديسيون ديالك كلها اللي تتخربق وخاصك تتواكبها وتلائم معها، ماشي سهل. وزيادة على هذا فهي رياضة، ورياضة تتطلب يعني تمارين، ماشي غير غادي تفكر في الصباح وغتقول غادي نطلع هذه القمة. تحضيرات تحضر وتوجد وتكون كما قلتي لا بدنيا ولا نفسيا يعني في القمه باش توصل للقمه. وهذا الشيء كله اون ايتون امراه مغربيه مقاوله، ام، جده، ما شاء الله عليها. الله يحفظها. هذا هو المثال ديال المراه المغربيه. صحيح صحيح. دوم نرجعوا لفقره بيئتنا مع الدكتور فؤاد الزهراني اللي ما غادي نتكلموا على كما وعدناكم بدايه الحلقه على المركبات الكيميائيه اللي تتعرف بالبفاس. البيفاس او المركبات او الملوثات الكيميائيه الابديه. الو علاش نسميوها الابديه؟ يعني نسبقك للسؤال، لانها ما تتبغيش تحيد، ما تتحللش وتتبقى. وهذا الشيء علاش ابديه؟ لانها راجعه لواحد الرابط، شوف هما تيتسموا يعني علميا لي بير ولا البولي فلورو الكيل. دونك كاين واحد الكربون وكاين واحد الفليور، ومي تيكون الذره ديال الكربون والذره ديال الفليور في شي جزيئه ولا يعني تتكون. بسط لنا من الفيزياء. لا 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 ماشي كلشي دكتور. لا غادي بالتبسيط. يعني ملي تتكون واحد الجزيئه فيها يعني الفليور والكربون فتيكون رابط قوي، ما تنقدوش بحال لا ما نقدوش نهرسوها، ماشي سهله دونك تتقاوم في الطبيعه وتتبقى يعني ابديه، يعني تبقى الاف السنين ما تتحيدش. ويعني الخطر ديالها انها تقد نشوفوها في ثلاثه ديال المكونات ديال البيئه، يعني نقدروا نلقاوها في الماء، نقدروا نلقاوها في التراب، نقدروا نلقاوها في الهواء. ولكن هي ماشي طبيعيه، هي حنا اللي صنعناها. الو مصنعه، لانه شوف في الربعينات لقيت مع الثوره الصناعيه والنهار اللي اكتشفوا هاد المركبات هادو، يعني كانت واحد الفرحه كبيره، لان عندها خاصيات اللي ديك الوقيته مفيده، ماشي غير مفيده ويعني بغات تجيب لهم الربح المادي. علاش؟ لانها تتقاوم الماء، تتقاوم هادو جزيئات بزاف، راه نهضروا حتى ما بين 4000 كاين اللي توصلنا حتى ل 10000 يعني مكونات. باش تفهموا مزيان استاذ، يعني باقي منغطس انت في الفيزياء، قلنا هاد الجزيئات فين كاينين مثلا؟ عطيني المواد اللي فيها هاد الجزيئات. نلقاوهم في الصبابط، نلقاوهم مثلا في ديك الرغوه اللي تنستعملوها في الاطفاء الحريق في امريكا عندهم مثلا، غادي نلقاوها في مجموعه من المواد في دوك. ما طيحش لنا في بالنا ولكن تستعملوها يوميا في الكوزينه، يعني لان مقاومه، هذوما اللي بغيت نقول لك الخاصيات ديالها. بلاستيك الكاينات قد تكون
تقد تكون في السجاد، تقد تكون يعني موجوده فيما هي ماده كيميائيه اللي تندخلوها في تصنيع ديال بزاف ديال الحوايج اللي تنستعملوها يوميا. علاش هذا الشيء اللي بغيت نقول لك؟ علاش كاينه في هاد الحوايج؟ لان عندها ثلاثه الخاصيات اللي اساسيه. شنو هي؟ اللي هي تتقاوم الماء، دونك لي زامبيرميابل اللي تتشوفي الحوايج اللي فيهم لامبيرميابل اللي ما تيدخلوش الماء، كل حاجه راه نخلصوا ديال الاطفاء ديال بطبيعه الحال. مقاومه للزيت، يعني اي حاجه اونتي اديزيف ما تتلصقش، وهنا ترجعوا للموان، دونك ملي تشري شي حاجه باش ما تلصقش فيها الماكله ولا راه تتخلص، لان ديك الماده اللي دايرينها فدايرينها باش انها ما تخليش انه يكون ذاك الصيغ ولا. دونك هنا كاينه في هذه الادوات ديال الطهي اللي كاين عندنا في المنازل، وكاينه ايضا لانها تتقاوم الحراره. وتتقاوم الحراره هنا فين قلت لك نقدروا القوا في الرغوه ديال الاطفاء مثلا. علاش؟ لانها هي ما تتخليش الاكسجين يدوز امبيرميابل، وتتشد العافيه وتتخنق العافيه وتطفيها في ساعه. دونك عندها واحد الواجهه مفيده فيها، ولكن الواجهه السلبيه فيها اكبر. ودابا في الاول تنتكلموا على المزايا، لان نهار اللي تكلمتي لي على البلاستيك، نهار اللي تكتشف البلاستيك راه كاع الناس ريفولوشن، ولكن من بعد ثوره صناعيه، ومن بعد مع مرور الزمن تنقول لك من الربعينات وحنا جايين، وليتي تدير العلاقه يعني ما بين هاد المواد هذه وامراض اللي موجوده. يعني مثلا تكلموا على امراض اللي في التليف الكبد، على الغده الدرقيه، وهادشي راه اطباء اللي وكاينين دراسات في امريكا اللي تبتات هذا الشيء، على السرطان، على يعني مجموعه في الدم، لقاو في الدم ديال الانسان، لان سنتناولوه بطريقه غير مباشره. سميره راه منين تنفيقوا الصباح دابا غتخيلي غتفيقي الصباح ياك، وغتدخلي للكوزينه فاش غطيبي في مجموعه من الادوات اللي فيها هذا الشيء ياك، تدوز في الماكله، لان كما قلت لك فاشن اليمونتير هاد الماده هادي ما تتحللش، يعني ما تتحللش في الجسم ديال الانسان، تبقى تراكمات. الوغ هنا خاص تشوف الطبيب، لان كاينين لقاو ادويه اللي تتخرجها من الجسم، ولكن كما قلتي المشكل ديالها انها ما تتحللش حتى ملي تمشي للطبيعه، فتتبقى لان ذاك الرابط قوي. وهنا نقدو مثلا في المياه ملي تنديروا يعني التريتمون ديال الماء، نقدو نحيدوها من الماء، ولكن تبقى في ذوك المخلفات. واخا دكتور فؤاد الزهراني، باش غيفيدنا هذا الموضوع، احنا عرفنا بوجود هاد المكونات هادي في كل شيء، احنا كمواطنين باش نحاربوها شنو ممكن نديروا؟ انا كمواطن نشوف الحاجه اللي فيها نحاول نحيدها. ملي تنتكلموا على مستحضرات التجميل الكوزميتيك، راه كاينه بزاف ديال المستحضرات التجميل. واش تكون مكتوبه؟ لا انا المشكل دونك ما عمرك ما غتلقاها مكتوبه البيفاس، غتلقاها مكتوبه واحد الكود، هذوك الكود اللي عندهم. وقولوا لنا شنو هذا. المهم في لي كود غتلقاي بان راه كاينه مستحضره، الا دخلتي للانترنت غتاخذي هذاك الكود وغادي يعطيك شنو كاين فيها، شنو معنيته، شنو معنيته، لان راه كاينين. شوف المشكل ديال هذه المواد هنا امريكا، وباقي ما حدوش اللائحه كامله ديالها. لربما باش نختصروا على المشاهدين ونستعملوا شي شويه ديال الحيله بساطة. الحيله والبساطه، انا تنقول كاع الحاجه اللي تستمر بطريقه غير طبيعيه ولا بدا غتكون في هذه الماده هذه. طبيعه الحال طبيعه الحال، اللي تتصبر، اللي ما تتحيدش، اللي تتصبر ماسكارا اللي ما تتحيدش، لربما فيها هذه الماده هذه. دير شوف، انا ما بغيتش نبقى نسمي يعني الاشياء بمسمياتها، انا تنقول لك راه كاينين هاد المواد، ندخلوا في صراع مع كاع المصانع، في عطور التجميل كاينين، في مواد طهي كاينين، في بزاف ديال الحوايج. ولكن السؤال اللي تيتطرح، واش ممكن نتفاداوها؟ واش كاينين مواد اخرى اللي ما فيهاش هاد الشيء؟ وانا تشوف انا ملي تنشوف بيان سور كاينين، وتنهضر لك على الزاج، ملي قلت لك ما تستعمليش البلاستيك واستعملي الزاج. واضح دابا، هذه الترناتيف. مي غادي نشوف مستحضرات ديال التجميل اللي انا ما غاديش نحتاجها، علاش غنديرها؟ كاين اللي عزيز عليك، مشي للبيو، مشي للطبيعي، بطبيعه الحال. وحسيرتو عندنا في البلاد راك تيدوز معنا هنا في البرنامج ما جا سميره، يعني غير دوك التعاونيات، دوك الوصفات الطبيعيه اللي انت عارفه المصدر ديالها. حنا دابا المشكل ديالنا تبعنا الثوره الصناعيه، ولينا متبعين الموضه، يعني باش تشري واحد الجهاز اللي يكون ما شحال تيسوى غير باش تسمى راه عندك، وفي الاخر تتلقى ما عرفوش وما تعرفوش منين جاي وشنو المواد اللي فيه. وهنا الخطوره ديال الاشياء، لان هذا الشيء تنهضر لك موضوع داير ضجه في اوروبا، داير ضجه امريكا، اللي امريكا لقاو بزاف ديال الاماكن فيهم، لقاو بزاف ديال المرضى فيهم، لان كاينه هذيك لا بيو اكيميلاسيون، تيتجمع في الجسم، وباش يتخلص الجسم بحال ما هضرنا على المعادن الثقيله. صحيح. باش يتخلص منه الجسم خاصك يعني مجموعه من الاشياء، وصعيب باش يتخلص. اذا خاصنا حنا نردوا البال قبل ما نوصلوا. دابا كي تيكونوا دوك لي تراس، يعني واحد الاثار، ماشي مشكل، ولكن راه المشكل ديالهم هما ملي تيبقاو يتجمعوا يتراكموا، ماشي عند الانسان، عند الحيوان. وهنا ملي قلتي لي نوع حتى في الماكله ديالي، ما بقاش ناخذ غير ماكله اللي مثلا اللحم
كاين الدجاج، كاين حوت، يعني لي بروتيين، كاين نوع المصادر باش ما نبقاش نتعاطى غير واحد الماده اللي ربما يكون هي ملوثه. انا تنهضر يعني في الحقيقه استاذ زعما اللي غيسمعنا سنهضروا في هذه الفقره هذه غادي يقولوا نيت فعلا ما بقيناش عارفين شنو نتناولوا ولا شنو نستهلكوا. انا سنقول باش نخرجوا من باب واسع من هذه الفقره هذه، لان اللي فهمت من عندك وانا سنعرفك دكتور فؤاد الزهراني فاش ما تبغيش تهضر بزاف، يعني هذه الماده موجوده بزاف موجوده دخلش. ولان علاش ما بغيتش نهضر بزاف سميره؟ لان الدراسات اونكور راه خدامين الناس عليها وليت بحال الدول. لا كاين يعني كاين علاقه، لان هذه مواد دابا الناس في اوروبا بغاو يحيدوها مثبوته مباشره، ما بغاو يمنعوها وفرضوا على مثلا الناس اللي تيديروا التجميل يبينوها، لان خاصها تبان في المكونات باش الناس تخلي الاختيار للمواطن بغى يشري وشافها وهذه تيقول لك وريه ولا عما سير وخليه. المهم توعي الناس وتقول لهم بان راه كاينين واحد المواد اللي ردوا منهم البال، ولكن هاد المواد صعابين اننا نديتكتوهم ولا نعرفوهم، وبالتالي المسؤوليه ديال المواطن فين تتبقى؟ ودابا انا قلت لك مقاومه للماء ومقاومه للزيت، راه لي زومبالاج اللي تتاخذي وما تيخليوش ان داك الزيت ينزل من مثلا من واحد الساندويش ولا، راه بيان سور غتكون فيه صف. يعني حوايج اللي بديهيه اللي غادا عكس الطبيعه صافي، اللي تيقاوم الماء واللي تيقاوم الزيت ومواد مصنعه كيميائيا واللي تتصبر مع الوقت بزاف. وانت راه عارفه كسميرة عزيز عليك لونجلي ياك تتقراي بزاف لونجلي، اش يسميهم؟ تيسميهم لي فور ايفر كيميكال لاستينغ فور ايفر كيميكالز الابديه يعني ما تتحيدش ما تتهرسش ما تتحللش. سولوني ديك الخطره تيقول لي واش ديكرادا؟ راه صحتنا اللي تديكرادا بهم بيان سور، ماشي هما اللي تيديكراداو، حنا اللي تنديكراداو، لاننا غاديين ما تردوش البال شنو تناكلو ما تردوش. وانا تنستحضر داك الكلام اللي تيقول ديما نبيل العياشي، الواحد يرد البال شنو شنو تياكل شنو تيستهلك وخلاص وليداتنا شنو تيلبس وشنو تي راهو بارفوا في بارفوا راه خاص الشتي وتقيسنا بارفوا راه خاصنا الطبيعه سميره راه الناس واحد الوقيته راه هضرنا على الكونفور تيرميك وخاص الانسان يحس بالبرد ويحس يحس بالبرد وهذه الطبيعه ماشي خاصك تبقى في واحد الكونفور اللي هو دائما اصطناعي ماشي حاجه اللي ماشي طبيعيه. ربي خلق هذا الفصول لحكمه. يعني بالنسبه لك انت عبانه ديال الصوف حسن من انوراك ولا والحايك يا سميره تغطى بالحايك حسن ما تخلي الشوفاج واضح. شكرا لك دكتور فؤاد الزهراني على كل هذه المعلومات، وببيئتنا نختموا حلقه اليوم من صباحيه الدوزر على امل لقاء بكم مشاهدينا غدا. نهاركم مبروك وصيامكم مقبول باذن الله، الى اللقاء.